السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الشعب اللي لسانك مرفوع، لا تدير الوحدة في نزاع، ولا تصفط بها مفقوع، ولا ترضي بها طماع. هذه القصيدة للشاعر بادي مولد محمد سالم، آخر قصيدة له قبل وفاته، هي طبعا في اتجاه تقوية الوحدة الوطنية، وهي توصية اللي وصى عليها الشهيد بصيري، واللي وصى عليها الشهيد الولي، واللي وصى عليها الشهيد محمد عبد العزيز، واللي وصاوا عليها أبناء وآباء الثورة الصحراوية، وهي طبعا الوحدة الوطنية. نحن نعيش ذلك مرحلة اللي هي مرحلة الحرب، مرحلة الثورة، مرحلة المقاومة، مرحلة مصيرية بالنسبة للقضية الصحراوية. وطبعا فقط كهذا لازم تقوية الوحدة الوطنية. نحن شعب ما به الكثرة ولا نصايبين عن حد، ولعدو يلود لأي نوع من الوسائل باش يستهدف وحدتنا الوطنية، باش يفرقنا كشعب واحد. وهدف هذا البرنامج هو تقوية الوحدة الوطنية الصحراوية، وبعث رسالة عن الصحراويين بجميع أشكالهم، بجميع ألوانهم، بجميع تواجداتهم الجغرافية. أراهم يتمون صحراويين، وراه كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، من أجل حريته، من أجل بناء دولته، من أجل بسط سيادة الدولة الصحراوية على كل أراضيها المحتلة. أراه عمل وواجب كل الصحراويين في كل تواجداتهم. في هذا البرنامج استدعينا شابين من المناطق المحتلة، شابين من مخيمات العزة والكرامة، وشابين من أراضي المهجر، للحديث عن ثلاثة محاور، وهما الماضي والحاضر والمستقبل، كلها من وجهة نظره، وكلها طبعا من اللي فات عليه واللي عاش هو شخصيا. وطبعا هذا كل المعاناة اللي فرض علينا العدو عن نعيشه، كلنا في أرض مقسمين. طبعا حديث شيق، حديث بناء، حديث إيجابي، نتمنى أنه يعجبكم، ونتمنى عن هذه المبادرة البسيطة في اتجاه تقوية الوحدة الوطنية الصحراوية أنها توصل الرسالة بطريقة سليمة للرأي العام الصحراوي، وعن لحمة وطاقة هذا الشباب اللي تشوفوها في هذا البرنامج تعود هي مثال يطبق على الأرض، عنه الشعب الصحراوي راه لا شعب واحد رغم كل الاختلافات، وعنه الهدف الوحيد هو استقلال الدولة الصحراوية. نتمنى عنكم تستمتعوا بالبرنامج. تحياتي لكم وشكرا. في البداية بغي نشكركم كاملين كشباب صحراويين، قبلتوا عنكم تشاركوا في هذا الحوار اللي ما هي مناظرة، هو طبعا حوار، ولا هو جاي باش يسلط الضوء على المشاكل، جاي باش يعود مبادرة في اتجاه تقوية الوحدة الوطنية. وطبعا ما نسمح بعده، ما خاصنا نسمح بعده في ظروف كهذه الظروف، عنه يستهدف وحدتنا الوطنية، ولا يجعل عن بيننا أي انفصامات ولا أي نوع من التفرقة. ونحن هون كشباب باقين نقوي هذه الوحدة الوطنية. طبعا حاضرين معنا في هذا الحوار شابين من المناطق المحتلة، شابين من المهجر، من الجاليات، وطبعا شابين من مخيمات اللاجئين والطلبة في الجزائر. زينة عندي ما نعدل أنا المقدمة وكلها يقدم نفسه. السلام عليكم، أنا إنغالي حجبة حمادي من مخيمات اللاجئين، حاليا نشتغل في مجموعة تطوعية، وربيت تقريبا خلقت المخيم وعشت حياتي كانت تقريبا في المخيم. مرحبا وسهلا بك حجبوها، مرحبتي، متشرفين. الأخ كزيزة تفضل. السلام عليكم، أنا قريب بير كزيزة، ناشط صحراوي، أكتبيست صحراوي عن حقوق الإنسان، معتقد سياسي سابق. مشكور حتى، شكرا كزيزة. فاطمتو تفضلي. مرحبا بكم وسهلا، معكم فاطمتو متلعالم من كناريا، وطريق نقرا كيفني واخذه من البكالوريا، ومزلت لي نتابع قرايتي، وخلاقه هون في اسبانيا ورابيه هون، والمخيمات ما قطيت قستهم ولا قطيت، اخذت شوي على المناطق حق، الحمد لله. ومرحبا بكم، الشرفين والسهلة، مشكوره حتى. لين تخطى درك صور الرفيق محمد لمين، تفضل. مرحبا وسهلا، نشكركم على هذه المبادرة الزينة، نخبة الشباب بنا إن شاء الله نعود على المجتمع بنا فيها. معك محمد أمين ودادي حمدي، وجيت من مخيم تقريبا عندي 7 سنوات 8، من ذاك الحد إلى ضريت في المهجر حال، وكطبيعة الشباب اللي جاي من المخيم وسكنهم في المهجر في المخيم ونرجعوا لأخي. شكرا شكرا. الأخ سعيد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، مشكور على إتاحتنا الفرصة للمشاركة في حوار الشبابي نوعا هذا وبناء. معكم سعيد محمد يمين، وليت قيمات
العزة والكرامة. التزاولت الدراسة في الجزائر، خريج جامعة عنابة تخصص آداب ولغة إيطالية، والآن متواجد حاليا في الجزائر. شكرا، شكرا جزيلا. أنا اسمي فيصل من سيدي يفني، أقاليم جنوبية تقريبا كلهم تقريبا يعرفوها. المهم أنا أخلاقه في سيدي يفني، نشأ في العيون، نشأت في العيون، وإن شاء الله بعد دراستي كلها تقريبا قريتها هنا في إسبانيا، يعني جيت صغير. مشكور، حتى مشكور الأخ فيصل. هو طبعا هم باش يعطينا الصورة ويقربنا طبعا لأهالي سيدي يفني، هذا الليميم وهذا الطنطان. ونحن جايين هون طبعا باش نشكو رسالة عنه صحراوي أينما كان، تقول القنية مواطن في الجمهورية. شكرا لكم كاملين، شكرا على الحضور. طبعا هذا الحوار، هذا كيف ما قلت زين عندي عود، حوار بناء، حوار إيجابي، حوار ماشي في اتجاه تقضية الوحدة الوطنية الصحراوية. وشكرا لهذه النخبة من الشباب الصحراويين اللي قبلوا عنهم اليوم يعودوا معنا. هذا الحوار لا يعود مبني على ثلاثة محاور. المحور الأول هو الحديث عن الماضي، المحور الثاني هو الحديث عن الحاضر، والمحور الثالث والأخير هو الحديث عن المستقبل. نبدأ في المحور الأول، وزينة عندي نسول الأخت حجبوها كيفاش أثر على حياتك أنت كشابة صحراوية، ماضي يعني عنه هذه القضية، هذا الصراع اللي خالد أرضك، كيفاش يعني عنه أثر لك أنت شخصيا؟ مرحبا بكم مرة ثانية. أنا حاجة اللي عنه التأثير قاعد الحقيقي الواقع للشاب الصحراوي هنا مكان، خاصة نحن هاو اللي هون عنا رجال تربى ما يعني بعيد عن المجتمع، يا لابد لك تتحكم بمجتمع، لابد لك تكتسب عادات ثانية من عاداتك، لابد يفرض عليك الوقت أنك تتحكم بمجتمع ثاني وتطبع منهم ياسر من الطبع. وانت كنت مثل بغينا عنها كنت قاعد تربن بين هداك وناسك، بالرغم أننا احنا في المخيم أغلب الوقت عايشين بين هدا وناسك، كيم تقيم شو تقرأ في الجزائر، تقيم تزور مثلا بلاصة ترجع العطر في السلام، ياسر مشي يفرض عليك عنك تكتسب ياسر من العادات، فيها الزين وفيها ما هو زين. يعني كان لو كان زين عندنا، يعني كنا مستقلين، كنا احتكينا بناسنا وهنا وعاداتنا وتقاليدنا على مدى يعني طول عمرنا كامل. وحاجة اللي عنا ياسر مولي من العادات والتقاليد بحكم عنا في المخيم، يعني بلا شعور منك تتخلى عنها، والله زاد تشوف راسك عنك في غنى عنها، وانت بالعكس لك كنت فردك ولا كنت مستقل، كنت سميت متمسك في هاي العادة والتقاليد ما فصلت معي غير حكما عنك، ما انك رابي فردك ولا انك رابي يعني لاجي بصفة عامة. مهما كانت بلاصتك حاجة اللي عنك شيء فشيء تبقى تفتقد هويتك شيء فشيء، وهذا تقريبا تأثير سلبي قبالة علينا احنا كشباب اينما كنا. شكرا الاخت حجبه. طبعا هذا انا عندي نفس تقريبا التحليل اللي قلتي، هو عنه منين نجم خرصوا مالي عنه كيفاش تسبب احتلال ارضنا تاثيره على حياتنا نحن الشخصيه اللي عدل عنا، نعود نعانوا من هذه المسائل كامله كشباب. يا غير ذا سببه ما هو نحن، ذا سببه طبعا احتلال وسببه معاناه جاي من بعيد. نمشي درك شغل الاخت فاطمه، وهي طبعا خلاقه هون في اسبانيا وكابره هون في اسبانيا، وهي احدى المناضلات والرفيقات اللي حاضره في كل يعني المنابر وكل التظاهرات وكل النشاطات الشبابيه اللي تعد لهم في اسبانيا باش تدعم قضيه الشعب الصحراوي. انت كشابه صحراويه وخلقتهم في اسبانيا وكبرتهم في اسبانيا، كيفاش اثر عليك ماضي هذه القضيه ولا ماضي هذا النزاع؟ كيفاش اثر عليك انت في حياتك شخصيا؟ كيفاش بديتي تتبني هويتك الصحراويه وانت خلقتي في اسبانيا وكبرتي في اسبانيا؟ كيفاش بديتي طبعا مولي تكافحي من اسبانيا من اجل هذه القضيه؟ رد علينا شوي الماضي وكيفاش اثر عليك كشخص. السلام عليكم مره ثانيه. اولا قاع عن جو المظاهرات ونحن هذا كامل قاع الواجب ما نقدر نعدو قاع كون ذو ذا مزال قاع قليل من اجل الوطن. وثانيه انا قاع للسق لا نشوف رايات الصحراء والصحراء ليبرو وذا قاع ماني عارف اخبار شنو ولا راعيني واقف في المظاهرات قال ما تفهم ذا شنو هو وذا علاه، ونحن عليها رايات مكتوب عليها الصحراء ليبري، وإذا كان ما تفهموني يقولون قاعد يجيك بشوي والله المولي دائما يشرحوا لك ذي الأخبار ويشرحوا لك رأي اليوم ذكرة 12 أكتوبر رأي اليوم ذكرة 27 فبراير، وإذا كان ملينا يربى في ذي ويربى عن يربى في عائلة تم ذكروا عن حب الوطن من الإيمان عنه لتربى في ذي ولي ترقب تعرف تاريخ دولتك وذا كامل الطرف الماضي
وما بديت تكون ما بديت بدي يكون لينا الحقت سنة ذيك لينا عتنا وعشوي ذيك 10 سنوات 11 بدري يجوع عشوي ترى علي نقيس المظاهرات ونجبر طفيلات قدي ولينا جابر مولي لينا عدا اللقاء ذاك بين تركة لينا يجوا من المخيمات اللي نشوف الصيف تجاهل مع تركة الصحراويين قدك ويردوا عليك أخبارهم وتبدأ تتفهم الواقع تفهم عن دولتك محتلة ويبدأ يوجع كذا تبدأ تتأثر وتبقي تفهم ذاك الوقت قاعد هو اللي تبقي ترد على الناس على المجتمع الإسباني اللي قاعد معاه اللي أول شيء اللي يشك عنك مغربي أول شيء اللي يقولوا لك إيريس ماروكي وتبدأ تشرح لونه أنا صحراوي أنا صحراوية وأرضي محتلة ونصارى اللي ما كانوا فاهمينها اللي يبدأوا يتفهموا القضية واللي تحاول رجاجهم في إسبانيا أبسط شيء قد يعدلوا هو أنه يتم وعي الشعب اللي هم اللي ما هو حاس بقضيته تبدأ توعي بيه وترد عليه الأخبار وتم حس السياسة من الناس بقضيته. مشكورة 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 حتى خالقة مشكلة تعانوا منها خصوصا في المناطق المحتلة ولا كيف قد في سيدي في الليمين في الطنطان وهي عنه طبيعة الاحتلال وطبيعة الاستعمار سابق الاحتلال المغربي عدلت عنه هذا الشعب يعني عود متفرق في مناطق وعود ينفرض عليه عنه يعيش ولا يتعايش مع العدو وذاك يعدل عنه لسانه ولا طريقة كلامه بالحسنية تعود ما هي سليمة حتى وهي طبعا أثار العدو وأثار الاحتلال وأثار تشريد هذا الشعب اللي عانى منه كامل زين عندي وجهة نظرك أولا عن تأثيرات هذا عليك في الماضي يعني عنه كيفاش أثر عليك أنت كشاب صحراوي؟ أنا يعني قرايتي كلها قراية المخزن معروفة يعني تمشي تقرأ في مدارس المخزن يعني يفقهوك ولا يعلموك قراية أن العلويين هما سبب تحرير وأن هذه الأقاليم هي أقاليم مغربية وما هي خالقة دولة اسمها دولة أو الشعب الصحراوي وأن الشعب الصحراوي هو جزء لا يجزء من المغرب يعني هذه هي يعني الفكرة اللي يعطونا في المدرسة يعني تقريبا نقولوا فكرة كانت عموما أن الصحراء بيعتبروها يعني مغربية يعني بعد سنوات والبحث أننا عرفنا بأننا محتلين من نظام ديكتاتوري مخزني يعني إحنا كنا يعني قبائل متفرقة في الصحراء وكنا عندنا حكم يعني قبائلي وهي اللي خدمت القضية أنها تحرر وطنها نفسها بأنفسها وهذا هو اللي ما يقرهنا في المدارس المخزنية يعني يقرون أن المغرب هو الدولة اللي يعني استنجت بالصحراويين لإنقاذهم من المحتل الإسباني وهذا كله افتراء على الشعب يعني الحمد لله يعني بعد دراسة التاريخ ودرست وقريت شوي وعرفت أن الواقع يقول شيء مختلف تماما مشكل أن هذه العقلية الديكتاتورية اللي أنا تفرض عليك أنك تكون مغربي وما عندنا علاقة إحنا بالمغرب هذا هو المشكل اللي عندنا إحنا اتحادنا هو السبب إن شاء الله نصرتنا فكرة شكرا نتخطاب نشر الأخ كزيزة هو طبعا معتقل سياسي سابق وعانى في السجون المغربية وهو عنده طبعا مسار نضالي من مازال يشير هو يناظر ويكافح وهو طبعا كان من الحاضرين ومن المنظمين ومن المؤسسين المخيم قديم زيك الشهير وانا زين عندي نطرح له سؤال كيفاش حتى هو رابي بين يعني عنه رابي في المناطق المحتله ويعني عنه لعده يحاول من مازال يعني عنه الشباب الصحراوي صغير في المدارس يحاول يدخل راسه هذه الفكره عن الصحراء راهي مغربيه ويحاول يمحي اي اثار من الاحساس الوطني ولا الاحساس الثوري ولا الإحساس الثقافي الصحراوي كيفاش أنت كشاب صحراوي بديت توعى بأنك صحراوي وبديت توعى بالقضية وبديت توعى وتعرف عنها 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 أرضك محتلة وكيفاش بدأ عملك النضالي السلام عليكم نبدأ يعني من بدايات يعني من ما حد كنت صغير وكيفاش يعني عرفت عن عالمي هو عالم جمهورية وعن أرضي محتلة وذا كان بركي منين خلقنا في ذيك التراب خلق غريزة فينا عن انتماءنا لذو الناس اللي محتلين ترابنا اللي هو المغرب ما يجمعنا معاه بأي شيء لا لغة لا ثقافة ودائما تطرح يعني ذاك علامة استفهام هو ذا اللي جمعنا مع ذو الناس هو شنهم ومنين جي تتكلم في الأمر والله شيء يقولوا لك يقلع بوك سكتر والحياة الصنت والله يعني تقعد دائما ذيك علامة استفهام في راسك تفهم طبيعة المشكلة هو شنهم علاش يعني خالق ذا الميز كامل حتى في المدارس وفي الإعداديات اللي كنا نقرأوا فيهم
انا بدايه سنه دخلت الانتفاضه دخلت في 2005 مع حد كنت في القرايه ومسيت نوع صغير زمن 1999 زمن توفات ملك المغرب الحسن الثاني خلقت يعني احداث في العيون وكي يعني لاغرافيت هذيك الاحداث كامله ودائما اطرح ديك علامه استفهام بوين ومنين بديت الدراسه في 2005 بوين تتكلم مع المعايل مع التركه مع ياسر وحتى الاستاذ منين يجيو يتكلموا معاه يعني في الامر عن قضيه الصحراء وذا ما يعطيك يعني اللي يجي ساكت عنك والله يعني يحاول يعني يدير فكرتك عن راك لا في المغرب والسهرة وما خالق ذيك ذاك ذيك ديفرنس اللي بيننا احنا معاهم هم. وانو تميت شوي بشوي مع ذا اللي يقولوا لنا والدينا مع ذا اللي كانوا يجيونا بناض من الجبهة اللي بتخزان يفوتوا شهرين ثلاثة ما لحقوا العيون وكنا يعني نخرصوا ذوك الربورتاخس اللي تنداروا عن الجبهة وذاك كامل وفهمت يعني عرفنا عن ترابنا محتل من طرف المغرب وعنا خاصنا يعني نسيروا على طريق الشهداء وصاخ خلقت فينا الاعتقالات تلقيت الطرد في التاسعة فهمت يعني بديت يعني مشواري النضالي بشكل يومي يعني ضد المحتل بحكم يعني التعذيب ورغم الإغراءات وذا كامل وجاك دي ميزيك ودخلنا في التنظيم ونظمناه ونقبضنا فيه يعني نشوفه يعني عدنا نشوفوه يعني ذاك هو مصيرنا احنا لحقنا واحد المرحلة اللي ياتك تثبت نفسك من بين الدول وشم دول العالم بحكم عن أرضك مغتصبة رمولي جيبها مهنسة حق بعد الناس تقدر تتكلم عن حقك عن يعني تعطيونا يعني تعريف قضيتك غير حقك انت تجيبه بيدك يعني والمحتل المغربي رمو ضحي على الشيء فهمت رو لا كثرة يعني التهديدات وكثرة يعني الترهيب والتعذيب وذا كامل غير ذا كامل مع من تعود عندك الإرادة يعني اللي لي دافع عن حقك انت كصحراوي فوق ترابك مو خالق وكنا كان عندنا أمل ذيك الساعة ما حدنا في عن المينورسو وأخبار يعني الأممية وذا كامل عنه يقدر يجبرونا حل سلمي لأن الحرب ما نبغينا الحد يا غير المغرب كدولة المغرب إلى ما ضغطنا عليه ب ب ب ميدانيا ما يعني مو ما يحشم بلغتنا احنا واضح طبعا هذا اللي رديت تقريبا هذه اللي عيشتك شخصيا نقول انا هي تقريبا اللي فات عليه الشباب الصحراوي كامل في المناطق المحتله مع انه طبعا في المدارس ولعد ويحاول اي طريقه عنه يمحي اي يطمس هويتك يعني اي ذره من الهويه الصحراويه وعبر العائله وعبر يعني عنه اصدقاء وعبر الجيران وعبر صحراوي يعني تجبر تبدا من زد صغير وانت تعب عنك انت خلاقك نص نساء وعنك صحراوي وذاك طبعا يعود هو اللي داحيك شر المسار النضالي. افتنت في ذا اللي فات من المقابله عنه سبحان الله كلنا فرد وكلنا عند وجهه نظر وكلنا رباط تقريبا المعاناه هي نفس المعاناه والطريقه اللي عرفنا بها القضيه ونكافحوا هي نفس القضيه وهذا طبعا ماشي في الاتجاه اللي نحن عايننا عليه عنه صحراوي اينما كان مواطن في الجمهوريه كيف تقول القنيه وعنه ذا الشعب قد ما فرقوا بعده وقد ما فرقت الظروف وقد ما نفرض عليه نحاول نفرض عليه محل الهويه هويته الصحراويه اللي تم لم تمسك بها بطريقه والله باخرى حق ذلك لين تخطاه وشور الاخ محمد لمين السؤال اللي زين عندي نطرح لك هو انت كشاب صحراوي مولي كنت قد جيت صغير لاسبانيا وكبرت هون وربيت هون في اسبانيا كيفاش انت مولي بديت تعدل كيفاش انت بديت تستوعب انك راناك صحراوي وراه راهي ارضك محتله وراه شعبك مقسم وراناك في القربة وراناك عايش في اسبانيا وراناك تقرا في اسبانيا وراهي ثقافه مختلفه تماما عن ثقافتك يقرراناك صحراوي وراناك خاصك تبرز هويتك وخاصك تدافع عن قضيتك كيفاش اثر هذا في الماضي لك انت شخصيا وعبرك طبعا ياسر من الشباب الصحراوي في نفس الموقف كالعاده مثلا يعني ياسر من ترك الصحراويين اللي ارباو في المخيم مشاو صغار شهر الجوده مثلا يعني كان معدل ونحن مشينا تقريبا عندنا 9 سنوات مشينا قسمة النصارى و40 معاهم ومنين نسولها كاع يعني مثلا النصارى في الشارع انت منين تقول انا من الصحراء ولا من مخيمات تندوف ولا مخيمات لاجئين ياسر يثير تساؤل
يعني انا عندك من مرقنا عن مثلا عن مخيمات كازين وتوخذ على الجزائر وعلى اسبانيا وتشوفها دول قائمه، يثير تساؤل عندك انت علاه انت جاي من ديك البيئه اللي جاي من عندها. حتى زاد منين سكننا مع النصارى وقت معين، يعني مثلا استقر ورجعنا للمخيمات وقرينا في المدارس الدينيه والمدارس الوطنيه، يبدا عندك ياسر من الفضول علاه قضيه الصحراء. ويعني في بعض الاحيان التساؤل تبدا كعاده الاطفال، عندك ياسر من التساؤلات والفضول. تسول مثلا والديك مثلا يقولوا لك عندك اقارب يعني في المناطق المحتله وعنهم ما هم هون زرك، وعننا نحن لاجئين وعننا الين نرجع لارض الوطن. وكعادتنا نحن يعني الاطفال في المخيم ديك الساعه يعني مثلا تشوف كيف اخبار صناديق العوده ويردوا عليك اعداء هذا الصناديق مثلا عندهم يوما من الايام يعودوا لارض الوطن. هذا الفضول وهذا التساؤلات تثير في نفسك عندك حب القضيه الوطنيه، وتبدا يعني مثلا تتعلم كيف الحق، يعني مثلا الموضوع الحق بينا الى هذا الحد. ياسر من الفضول ياثر عليك انت، ومنين رجعنا اسبانيا وهذا ترعرعنا يخلق عندك ازدواج في الهويه، مثلا عندك انت كصحراوي وعندك قضيه وعندك رساله باغي توصلها يعني بالعالم ككل. ويصير عندنا مثلا عندنا قضيه وعندنا لابد ان نتخطى كل المراحل اللي غير سامحه باش نلحقوا صح هو الهدف وهو الاستغلال. شكرا محمد الامين، شكرا على الفكره. دونك نتخطاو شو المحور الثاني، هو طبعا محور الحاضر، وعاقبه نتخطاو شو المحور المستقبل هو اللي نختموا به. في هذا المحور واللي هو محور الحاضر، زين عندي نسول الاخت حجبوها كيفاش عايشه هي الحاضر ونظرتها كشابه متواجده في مخيمات لاجئين، خلقت في مخيمات لاجئين وعاشت في مخيمات لاجئين، كيفاش عاشت هي العوده للكفاح المسلح، وكيفاش عايشه هذه المرحله الثوريه وهذه المرحله المصيريه للشعب الصحراوي، وكيفاش يعيش الشباب الصحراوي في المخيم. ما هي المرحله تقريبا ما هي على المخيم، شيء ديني ما على الصحراوي كامل، حاجه اللي عنهم كلهم عنده وجهه نظر حولها غير هون في المخيم. بما ان نحن تعرف احنا تقريبا الصحراويين كاع كانوا هم الاهل المخيم، ما عندنا ياسر نخسره، استقبلنا تقريبا ما هو خالق ياسر من يعني المعاناة نعانوها حول العالم، ما هم قاع ما هو شرط أنا في المخيم، لأن ما عندك هون المخيم عليهم ياسر من ضغوطات نظرة عنه، هاي الظروف قاسية اللي عايش فيه. يقار حاجة اللي عنا نحن استقبلناها كيف حد زين عنده كان عنده أمل، أمل اللي دائما متمسك به، بالسيف ظهر له النور لين ظهر قاسته الناس كاملة. ونظرا ان احنا الصحراويين فعليا عنا نحن هم اللي حاجه اللي عنا خاسرين كل شيء، ما عندنا مستقبل ما عندنا هدف، املنا الوحيد هو في الكفاح المسلح، يا اما نقبض استقلالنا يا اما نعود الصحق ولا ما نعود، يا اما نقبض استقلال يا اما نموت، لان فعليا نحن شتين تشتاشين حول العالم في المهجر وفي ياسر من البلايص، وهذا ما في صالحنا نحن كشعب ولا في صالحنا كمجتمع ولا في صالحنا لان نحن تجبر عائله نصها هون في المخيم، نصها في اسبانيا، نصها في المناطق المحتله ونصها في المناطق المحرره. ونحن فعليا ما لا متقسمين مثلا ارضنا على نصين، ما احنا متقسمين رئاسة من المناطق حول العالم. فهاي العوده هاي البصص الامل اللي هذا تقريبا امل كان عند الصحراء من كاملين، ومات لنا باغي نرخوه، يعني كان حلم كيف رجع جوعه وجبر شي من حلم مسكن به لا تلا باقي يرخيوته. حاجة اللي عن هذه أرد فعل كيف أي صحراوي عبر العالم هو الأهل المخيم، الأهل المخيم بما بدأت من عندهم ذا كنا حماسيين، زال الوضع إلى يومنا أنا حماسي كيف أول نهار، وما أنا باغي نفتصل معاه، يعني هو أملنا الوحيد وليه نتم متشبثين به، يا نستقلوا يا نموتوا هون الصحق ونرتد مكاني في بلاصة فمناطق حرارة طبعا. والله انا مشكور، هاي الكلمات تقريبا نقول انا عنهم لخص اللي نحسوا بها به كاملين، وقلت فهم كلمه مهمه جدا، هو عن الشعب الصحراوي فاتعانى ويعاني وكاملين نعانوا كل تواجداتنا، ولا عندنا شدينا نخسروا، يعني انا كاملين متواجدين ومشتتين في العالم، وطبعا ما أنا من الدول اللي نحن نسكن فيها ولا انتم لا صحراويين، وما تلا عندنا شيء نخسروا، وجات الحرب باش تعود هو الامل في المستقبل. زين عندي ذلك نطرح السؤال نتخطى الشهر الأخ سعيد، الشباب في المخيم والشباب اللي يقرأ في الجزائر في بداية الحرب، يعني أنه خلقت هبة ما يسمى بالهبة الشعبية، هو عن الشباب التحق بصفوف الجيش الشعبي الصحراوي في
كل تواجداته. أنت كشاب صحراوي عشت في المخيم وطبعا كنت طالب في الجزائر وبرك تتواجد في الجزائر، كيفاش أنت من وجهة نظرك عشت العودة للكفاح المسلح وكيفاش تعيش هذه اللحظة التاريخية وهذه اللحظة الثورية اللي مر بها الشعب الصحراوي؟ أنا في شاب صحراوي هذه اللحظة قبال العودة، والله عدم العمل وقت لا غناضي قبالت أنا فارق صبر لأن عانينا قبالة على مر عديد السنين رقم بس مع قساوس الظروف ومع طول الوقت. الشباب الصحراوي كان دائما خاطي قاع هذه المسائل والحلول السياسية والمفاوضات، ما كان أصلا أي شاب صحراوي يأمن بها، تبقى دائما الأشياء ثانية، كان دائما إيمان الواحد المدرسة هو عنه عودة الكفاح المسلح، وهي المسألة الوحيدة اللي كان يتمناها أي شاب. نحن كشباب كنقطة صحراوية كطالبة، أنا قابلتني في الجامعة على الوقت ونين تلقيت ديك الهبة وخلقت العياط وقامت النار وذلك كامل دفتك تفكير، والله الهدف كنا نحن جايين منه، أنا مثلا جايين باغي نقرا أصلا القراية ما تلقى عندنا حروفنا عاد عند بين عينينا، دعنا نتقلبوا لهن وننضموا للقواعد العسكرية وننضموا للنواحي. فهمت ذاك الإحساس اللي حس به صحقي صحراوي مع عدم العمل بوقت إطلاق النار ومع العودة للكفاح وعقب الاختلاف الهلال المغربي على المدنيين العزل في منطقة قرقرة. قلت لك عشتها كي صحراوي، عشناها بكثير من الحماس بكثير من شعلة ثورية تقوم في أي رقاش ياسر متحمجي ياسر على أن نتقدم مشروعنا ومسألة فيصل مشروعنا على واللي كنا أصلاً آمنوا على عنها اللي تم عبر العودة كفاح المسلح. مشكور والله، شت سبحان الله ذيك اللحظة الشباب الصحراوي كامل ولا قاعد الشعب الصحراوي كامل في تواجداته نقول أنا عنه مفرقتوا، يعني عنه مفرقتوا الجغرافيا، مفرقتوا الظروف، مفرقوا ياسر من الأمور. غير ذاك الوقت اللي قامت فيه الحرب جمعوا إحساس واحد، وهو ذاك الإحساس بالحماس والإحساس بالأمل والإحساس بعنه الشعب الصحراوي يراه اليوم أكثر من أي وقت مضى ماشي حرر أرضه. لكن نقول أنا عنه ذلك الأيام وذلك الإحساس اللي مازال يشغلنا هو اللي مسبب عنا نعود اليوم هون بجميع تواجداتنا الجغرافية، هو ذلك طبعا الإحساس بالعودة للكفاح المسلح. نمشي شر المناطق المحتلة ووجهة نظر المناطق المحتلة عن الوضع الراهن. والأخ كزيزة زين عندنا أطرح لك سؤال، الثورة الداخلية باش تدعم هذه الحرب هي محطة لابد منها ليتوصل، لما فات وصلت ليتوصل، يعني أنا الثورة داخلية في المناطق المحتلة تدعم الحرب اللي في المناطق المحررة، الهجومات على الربض لابد منها، هي محطة لابد منها، انتفاضة داخلية. وطبعا إخواننا في المناطق المحتلة فتبرهنوا على أنه في الصحراء الغربية هناك نساء وهناك رجال قادرين، ما هو إلا على إقامة انتفاضة أو إقامة عمل نضالي معين، قادرين على تحرير الصحراء الغربية من الداخل. زين عندي تعطيني وجهة نظرك وكيفاش تشوف أنت هذا الوضع الراهن ضرب، وكيفاش حسيتم أنتم مملي بالعودة للكفاح المسلح من داخل المناطق المحتلة؟ السلام عليكم. بداية مع هذا اللي قلت لي تدارك، المناطق المحتلة يا طالب عبارة عن قنبلة موقوتة، فهمت؟ واللي تنفجر شي منذ الأيام بإذن الله. الحق وقت بارك ما تعدنا كي قال ذاك تونسي هرمني من أجل هذه اللحظة، فهمت؟ اللحظة ديال العودة للكفاح المسلح. أول شيء نفسيا تعود مستعد من أجل التضحية، لأن الجيش حق بعد الجيش قايم مهامه، يعني بقصف تخندقات الجيش الاحتلال بجميع تموقعاته، يا غير ملي لابد من ثورة داخلية باش يعني تخلق ضغوطات دولية على من المنتظم الدولي على 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 الدولة المغربية، وباش ملي يخلقوا فرص تعطي فرص للجيش الشعبي الصحراوي باستغلال فرص، ويعني باش يتخطاو ذاك الحاجز ديال المور وديال السنتور. بالنسبة للمناطق المحتلة يعني التقطت خبر ديال العودة للكفاح المسلح بفرح وباطمئنان، ملي فهمت
لان مات لين ذاك وقت الطماطم مات له خالق. درك عندك الا مسلتين قاعد مسلتين بالنسبه لقضيه الصحراء. الا نجيبوها سك عضيله وعيني العالم يحرقوه والله نعطوها والله تصبح ذيك التراب مقبره الغزاة نوتين مسترثيره فهمت. وهذا هذا هذا الوقت وهذا التماطل يلعب عليه المغرب باش يعني ينفذ صبر جميع الفئات الصحراويه اللي تدافع من اجل الصحراء. لازم ولا بد تعود ثوره حقيقيه لان ما يمكن لك تطلب الاستقلال وكل شيء باغي يعيش بهذا الاستقلال فهمت تحت ظله. لان لا بد تخلق تضحيات، لا بد الناس تموت، لا بد تعطي الشهداء ربما نص الشعب ولا قال الله لقيم واحد لغير باش 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 من هو القدام تقعد على ظل ولا الاجيال القادمه ما تعيش ذا العشنا احنا دريك كثير من اضطهاد وتنكيل وتعذيب وحرمان فهمت. لان انا كان عندي اخواتي وهذا فوتوا عني 20 عام 25 عام مشتهم واش فهمت. يعني بالنسبه للوضع في المناطق المحتله هو فقط مساله وقت عباره عن قنبله موقوته. وهاي المره ميك المرات الفايته لان اللي تعود لها مسلتين الاكل الوطن او الشهاده. مشكور والله مشكور حتى. وانا تقريبا اتوافق معك في نقطه مهمه ذكرتها وهو عنه نعود مستعدين نعطوا ارواحنا نمشي شهداء في سبيل هذا الوطن. نسال عنه المستقبل ما يعود الا ان نحن المستقبل الى ما عاد ان نحن يعود اولادنا ولا الاولاد اولادنا. قد المهم عنها كرامه الشعب الصحراوي وحق الشعب الصحراوي يوصل باي طريقه وباي وسيله. ونحن طبعا جنود مجندين ونحن كاملين مشروع شهاده. ماني قاعد عنه خالق صحراوي ما هو مستعد عنه يعطي روحه من اجل هذا الوطن. وخالق رساله مالي ثانيه مهمه ارسلتها زين عندي السطر تحتها وهو عنه الانتفاضه في المناطق المحتله والهبه الشعبيه داخل المناطق المحتله هي عبارة عن وقت، هي قنبلة موقوتة قريبا إن شاء الله. لأن أدرك شعور الأخ ومالي من المناطق المحتلة الأخ فيصل وزينا عندي نطرح لك سؤال. أنت شخصيا كيفاش شفت ولا كيفاش عشت هذه العودة للكفاح المسلح وكيفاش مالي أهالينا في سيدي إيفني وأهالينا في الليني وأهالينا في الطنطان عاشوا هذه اللحظة يعني شن هي نظرتهم لهذه المرحلة الثورية المصيرية اللي طبعا يعيشها الشعب الصحراوي اللي تأثيراتها على الشعب الصحراوي جميع تواجداته. السلام عليكم مرة ثانية، مرحبتي بكم. هي المسألة مسألة وقت، يعني شفناها يعني بكل ترحيب من المناطق الشمالية بتاع الصحراء الغربية. يعني مسألة بعد الاعتراف الأمريكي هذا اللي كان اعتراف الذل والعار هو اعتراف رشوة من المغرب، يعني قدمها لترامب لاعتراف أن الصحراء مغربية والأوهام هذه. يعني الشعب الصحراوي في الشمال المناطق المحتلة هو واقف تقريبا ما نقول عنه كله ولكن تقريبا 80% هي يعني تنتظر فقط لحظة انتصار الشعب الصحراوي والمناضلين. يعني كما قال الأخ أنا متفق معه، يعني هي مسألة يعني لازم الشعب الصحراوي ينتفض ضد الدولة المخزنية، هذا لازم وضروري للشعب الصحراوي، لا في المناطق اللي هي معروفة محتلة والمناطق اللي يعني موثقة بأنها تاع المغرب. هذه مسألة ثانية ندخلوا فيها. يعني حاليا احنا رحبنا بالجيوش الصحراويه اللي تقصف في الصحراء. يعني شفنا البارح تقريبا القصف مناطق السماره ومناطق فوتمالي في القرقرات وغيرها. يعني هذا لقى ترحيب تقريبا. وحتى الازمه الدبلوماسيه اللي موجوده حاليا بين اسبانيا والمغرب هذا شجع أن الثورة تكون في صالح الشعب الصحراوي. يعني هذه الأزمات الدبلوماسية لا مع ألمانيا ولا مع إسبانيا هذه فرصة أن تعطاف أن توضح صورة لامعة لا للشعب المغربي ولا للشعب الصحراوي. أنه يعني نقوله أن الصورة وضحت بكل الوضوح أن حتى الشعب نفسه عرف بأن هذا النظام ديكتاتوري فقط يخدم مصالحه وليس مصالح لا شعبه ولا الشعب الصحراوي. هو ضد الشعب الصحراوي. واحنا ان شاء الله ننتظر انتصارات متتاليه ان شاء الله والقصف المستمر. ولازم احنا اللي تقريبا هنا نوضحوا القضيه للعالم ويعرف ان قضيتنا قضيه مصيريه
وهي قضية كل الشعب الصحراوي، إن شاء الله نصرة هذا الشعب وتحرير المناطق المحتلة لا في الشمال ولا في الجنوب تقريبا، وإن شاء الله والله لا نشكر حتى فيصل، وما اللي ذكرت نقاط مهمة جدا هي عنها جميع هذه الأزمات الدبلوماسية جاءت ما بين المغرب والدول الأوروبية إسبانيا ألمانيا، جاءت باش توضح عنه المجتمع الدولي الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي جميع الهيئات الدولية أراهي ماهي معترفة بالمغرب عنه ذي الأراضي أراهي تابعة وراه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما هو لا حق متمسك به الشعب الصحراوي بل هو حق متمسك به القانون الدولي ومتمسك به جميع الدول الفاعلة، وهذه طبعا كانت صفعة للعدو اللي نحن احتفلنا به ولازلنا نحتفل بها كالأقصاف اللي تعدل كل يوم على الربع. درك زين عندي نسول الأخ محمد لمين تخطى شر الإخوان في الجاليات في إسبانيا، زين عندي نسول الأخ محمد لمين ومالي هذا الوقت اللي نعلم فيه الحرب جراية 13 نوفمبر وكان يعني يوم مصيري وكان يوم كيف ذكروا الإخوان من مخيمات العزة والكرامة والإخوان من المناطق المحتلة، زين عندي نعرف كيفاش عشت أنت شخصيا وكيفاش مالي تعيش هذه المرحلة كيف المصيرية وهذه المرحلة الثورية اللي يعيش الشعب الصحراوي كشاب عايش في إسبانيا. نحن كشباب يعني ككل الشباب دائما كنا نقولوا عن الاستغلال لن يأتي إلا بالحرب، وما يعني مثلا نحن أثبتنا للعالم يعني المجتمع الصحراوي يعني مسالم منذ زيادة من 30 سنة يعني رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات، لكن الشباب الصحراوي دائما يعني ونحن من ضمنه عن الاستغلال لن يأتي إلا بالحرب ولن يأتي غير شيء ملموس إلا بالحرب. نتطرق إلى نقطة قلتها ضريت في أخبار الهزائم التي تتراكم على العدو جاءت اللام بعد الرجوع إلى الكفاح المسلح، يعني الضغوطات بدأت عن المغرب بعد ما وراها، ونحن في مرحلة يعني معينة جد حساسة خاصة يعود نقاط واضحة والهدف واضح يعني تكون الوحدة الوطنية والشباب كل يعمل من جانب، يعني مثلا الشباب اللي يعني مختصين في الاقتصاد ينشروا مقالات عن الاقتصاد وعن تضرر المغرب بسبب الضغوطات اللي يجبر المحاميين يطلعوا يعني تقارير ضد حقوق الإنسان إلى آخره. إحنا هون يعني مثلاً العدو يستعمل كل الطرق يعني طمس قضيتنا وحقائقها وكل هذا، ولعلكم كاملين تذكروا عن أيامات عديدة بعد اسمه وهي نبذة يعني مثلاً نبذة قصيرة بس نفهموا إحنا العدو كيف يتعامل مع القضية الصحراوية لهذا. بعد دخول الحرب بيانات يعني مثلاً ظهر البرلمانيون المغاربة يقتدون الزي الصحراوي فلهم يتخبطون فيه مثل صاحب البطريق على الجليد بكل احترامي للبطريق، هذا يعني نبذة عنهم هم يتطمسون بأي نقطة يعني مثلا يفتعلوا لوصول لهدف، يعني مثلا يقولون أنهم صحراوية هي الصحراوية المغربية إلى آخره. لذلك الشباب يعني مطلوب اليوم وأي مقابل أي وقت سابق أن يعمل كل يعني مثلا من موقفه الثقافيون الإعلاميون حتى المواطن العادي يعني بخروجك إلى مظاهرات ورفع يعني ملافتات يعني مثلا هذا يعني هذه صح هذه كل هذه الثمار ستجني ثمارا عما قريب، يعني مثلا كل هذه الأفعال وكل هذا الآخرين. لذا الشباب الصحراوي مطلوب الصح أن يتكاتف وإلى الهدف. أما في قضية مثلا الحرب نحن صح جنود، أغنى ما نملكه هو الأرواح وهي رخيصة من دون الوطن، يعني الوطنية تسجد في المرأة الصحراوية التي عانت من الويلات يعني في المخيمات اللاجئين وبنت يعني مثلا مدارس وأجيال شامخة على كل الظروف. القضية الوطنية تسجد في المناطق المحتلة وما يعانونه من اضطهاد ويعني نهب حقوق الإنسان في داخله، تتسجل في أن نحن مشردين يعني في شتى طرق العالم. لذلك القضية الوطنية تتطلب اليوم أن تكون الوحدة الوطنية يعني ثابتة في الموقف. مسألة ثانية الشباب لا بد يعود في انخراط المواقع السياسية الجيش إلى آخره. خالد مثلا يقول الصحراويين البلد تبرك على كبارها، الطاقة الفعالة هي الشباب. لنرجع بتاريخ الثورة، يعني الثورة مفجر الثورة كان أنا ذاك لا يتجاوز سنه 30،
يعني الطاقة هي للشباب، وخاصه يقدم وخاصه يفتح له المجال في هذه القضية لكي يتحقق المراد إن شاء الله، الاستقلال بإذن الله. مشكور مشكور والله، مشكور محمد جميل على هذه المداخلة وطرحت النقاط المهمة طبعا. ونحن نختم هذا المحور اللي هو الحديث عن الحاضر، تقريبا كلنا من تواجد وكلنا من وجهة نظر وكلنا من البلد اللي عايش فيه، الإحساس هو نفس الإحساس، والتعبير هو نفس التعبير، والفرحة هي نفس الفرحة، والأمل هو نفس الأمل. وهذه رسالة ثانية عن ممري الشعب الصحراوي في كل تواجداته، عنده نفس الإحساس وعنده نفس الهدف وعنده نفس الاستعداد للتضحية من أجل هذا الشعب ومن أجل هذه القضية. نتخطاوش المحور الأخير من هذا الحديث الشيق بين الشباب الصحراوي اللي متلاقي من كل تواجداته الجغرافية. وزينا عندي نسولك بما أنه هذا المحور الأخير هو الحديث عن المستقبل، عن الدولة الصحراوية المستقبلية، عن مستقبل الشعب الصحراوي، عن مستقبل الشباب الصحراوي. زينا عندي نسول الأخت حجبوها، كيفاش تشوفي هذه الدولة المستقبلية الصحراوية اللي هي يفرض علينا الوقت كشباب عنا نبنوهم بين كاملين، ولا لما عدنا نحن اللي يعود تركتنا ولا ترك الذاك يقير طبعا اللي يعود بانيها شباب صحراوي جاي من كل بلد، وكيف حضورنا هون كلها من مكان جغرافي وكلها من تواجد اللي يجي يبني باش يبني هذه الدولة. كيفاش تشوف حجبوها هذه الدولة الصحراوية الحرة المستقبلية؟ شو قاع النظرة المستقبلية دائما أنا متفائلة، لأني يعني دائما نشوف الشاب الصحراوي أنا مكان دائما بسبق القضية سابق راسه، هذا شيء إيجابي حاجة اللي يعني في أغلب الشباب الصحراوي بغض النظر عن بلاصته ومكانته الاجتماعية حتى ظروفه، يقال حاجة اللي ما نحاول أن نختصر عليه قدر الإمكان. يعني نقول لك لا، محورين أساسيين، المحور الأول هو أي شيء باقي أي حلم باقي يتحقق يبدأ بفكرة، حاجة اللي عن هاي الفكرة اللي بديت بها أنت الطالب عنك تقاني، لأن نحن حكما ما نعتنا الظروف من نتقانا. هذه أولا هاي كفكرة عن الشباب الصحراوي لما توجد عنه يتقانا، يعرف هو منين، يعرف كل حد يتعرف على الثاني، هذه فكرة زينة. كنا يعرف الثاني، كنا يعرف طموح الثاني شي دور، كنا يعرف كلها منين صار، لأن هذه أنا باش نتقدم يالتي نعرف خلقي اللي أنا نتقدم معه شنو. والمسألة الثالثة هو الثانية وهي الأساسية، الاختلاف في الرأي إذا يفسد القضية. إحنا نقدر نعود كلنا في أفكر في شيء، وكنا صحق تفكير واحد، كنا صحق كظلوك وكمسوتيمة، كلنا واحد وكنا عالم واحد. يقال دائما تقالينا هاي القضية، وحاجة اللي عن مهما كان اختلافنا ومهما كان صارعنا دائما بقى قدامنا سابقنا القضية، ولا تمينا شايرين في الضرب اللي احنا عليه. اني انا كما قلت لك متفائلة بالشاب الصحراوي، اني ما كان شابات يعني شباب دائما في مواقعه، دائما في يعني حتى في مواقفه مسبق دائما القضية سابقه نفسه. حاجة اللي تمينا ماشي مع ذلك المنوال زيادة على هذا النوع من المنابر، والله حتى لو كانت هاي النوع من المنابر العرض الواقع فايدتنا نحن كشباب، كنا يعرف الثاني يقال انتم مواصلين في ضرب التحرير، والله ضرب اللي يعني النضال اللي نحن متخذينه. حاجة اللي عن أساسي 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 للشباب خاصة تعرف من بينه، لأن نحن فعليا كاملين كيف ذكرنا وكاملين كيف شكلهم هدفنا واحد، قال نحن من بيننا خاصة كنا يعرف الثاني شيء وكنا. وزين عندي اللي تحاول عنك تعد حلقات ثانية من المنبر عن تقلع اسم الخلفية، ما تقول ذاك المناطق ذاك من الصحراء، كلها يجي يعني أنا بسميته صحراوي مهما كان بلاصة. شكرا شكرا، مشكوره حتى والله اللي مشكوره حتى. وزين عندي فقط نعقب على نقطه عنا نحن، للاسف هذا الشيء موجود في المجتمع، ورقم عنا نحن ما نبقى نسلط الضوء على المشاكل في المجتمع الصحراوي، عارفين عنه للاسف هذا خالق انشقاق، نوع من الانشقاق الاجتماعي ما بين اللي نقوله نحن بالحسنيه المخيم هذه المنطقه هذه الاسبانيه. وانا زين عندي بهذا لا نوضح عن هلا رساله هادفه باش نمشوا في اتجاه كيف قلتي الوحدة الوطنية. والأخت حجبوها شكرا على حضورك، شكرا على المجهودات اللي انت قائمة بها كرئيسة جمعية تطوعية في مخيمات اللاجئين، بصمة خير، وشكرا على كلماتك طبعا اللي هادفة وإيجابية وفيها ياسر من الأمل وفيها ياسر من رفع المعنويات للشعب الصحراوي، خصوصا اللي مستهدف الشباب الصحراوي. دارك زينة عندي نسول الأخ سعيد نفس السؤال، يعني عنه هذا المحور هو المحور الأخير من هذا البرنامج، الحديث عن المستقبل. كيف ترى أنت الدولة الصحراوية المستقبلية،
ولا شنو هي نظرتك انت لهذه الدوله المستقله في المستقبل الدوله الصحراويه؟ مشكور بعد على هذا السؤال واللي يشابك عليه. الدوله الصحراويه هو صحق بتنا في المنفذ بتنا من لا شيء، ما وارع عليه صحق يبنى في المستقبل ويبنى على ياسر على اسس زينه، لانه اصلا قاعد الدوله الصحراويه نظرك حاله جد قدام حال استغلال الدوله الصحراويه، وذاك هو اللي نتمناه. وقطعا عنها تجبر دوله مؤسسات سابقه نشبه في المنفذ، دوله مؤسسات كبرت وتهيكلت واحترفت وعادت صحق ما نقول عنها صغار من دول عظمى الى غير بعد خالق دول قدر من الدول في العالم الصحق اللي مذالهم تقل ومذالهم تأسس، اللي افضل منها تنظيم الجبهه وافضل منها مؤسسات الجبهه صار اداريا تنظيميا وذا كامل. دور الشباب ذا اللي عنه هو قاع الشباب الصحق، هي ثورتنا قاع كامله قامت على الصحق على دور الشباب وعلى صحق بساح الشباب وعلى تطلع الشباب للحريه والازدهار وذا كامل. وذا اللي عنه ذا اللي عن الشباب هو الركيزه، هو الصحق، هو العمود الفقري لقيام اي دوله قاعده سواء هي شنهية. شخصيا متفائل الشباب الصحراوي ياسر المسايد، وذا اللي عنه قد الصحق ينهض بدوله ويقيم بدوله ذاتيه ومتينه ولا الصحق، وحسب الصحق من تجربته هو وهذا الوجوه وهذا المنفى قطر عنه اداره عود تسب ياسر، فعنده مقومات كبيره باش يبني بها دوله مستقبليه. والصحق في كلمه اخيره، شباب الصحق الصحراوي والقضيه الصحراويه قضيه مؤمنين احنا بها، الشعب الصحراوي مؤمن بحقه ومتمسك بحقه ومستعد لمواصله التضحيه من اجل التحقيق والانتزاع ذاك الحق ان شاء الله. شكرا جزيلا، والله لم اشكر حتى على هذه الكلمات طبعا اللي ماشيه وسايره في اللي عنا عليه وسايره في الهدف اللي هو هذا التجمع، وسايره طبعا في اللي فات قالت الاخت حجبوه وهو انه يعطي الامل للشعب الصحراوي عن الدوله الصحراويه المستقله حقيقه لا رجع فيها. يقال الدوله الصحراويه الحره المستقله رغم اللي عندها الشباب مستعد لعنه يبنيها وقادر على عنه يبنيها. نتخطاوا شار اخواننا من المناطق المحتله، زين عندي نشوف وجهه نظركم انتم، وجهه نظره الاخ فيصل للدوله الصحراويه الحره المستقله بسيادتها على جميع اراضيها، كيفاش تشوف انت حسب منظورك وطبعا ممثل للشباب الصحراوي في شمال الصحراء الغربيه؟ مرحبا بكم مره ثانيه. هو المساله يعني انا ما عندي اختلاف مع الاراء الشباب هنا، يعني تقريبا عندي نفس الاراء، يعني ان شاء الله تكون دوله مؤسسات، دوله اللي تكون مستقله تمام الاستقلال، وان شاء الله تحكم ذاتها بذاتها، والشباب الصحراوي هو اللي يكون منمي المنطقه ان شاء الله، ويرجعوا قاع الشباب اللي في جميع مناطق العالم، لا لاجئين ولا مهاجرين ان شاء الله، وتكون دوله كما قلت يعني دوله مؤسسات، وتحكم بقضاء عادل ان شاء الله، ويكون دستور عادل ومختلف تقريبا المناطق المحتله لا في الشمال ولا في الجنوب، هذا ما يمنع على ان هذا صحراوي شمال وهذا صحراوي جنوب، وان شاء الله تكون هذه هي الدوله اللي احنا رايدينها كاملين. مشكور والله، والله لا مشكور، وطرقت النقطه مهمه. احنا نقول انا عندنا في لحظه ما احنا ما بين الكثره ولا نصابين عن حد ولا مستغنيين عن حد، ولا وقت جمع الشمل. والدوله الصحراويه الحره المستقله طبعا هي دوله اللي تعود دوله تحتاج قاعد اليد العامله من دول اخرى، يعني عنه اول شيء خاصه تعمل على انه اي صحراوي في جميع تواجداته يجي باش يساهم في هذه الدوله، باش يبني هذه الدوله، باش مولي يتمتع بهذه الدوله، لانه من حقه، والدوله دولتنا كاملين والصحراء صحرتنا كاملين. وطبعا الرساله اللي قلت هادفه واضحه، وان شاء الله ان شاء الله توصل بطريقه سليمه. الاخ كزيزة، شنو هي نظرتك للدوله الصحراويه الحره المستقله اللي بسيادتها على جميع اراضيها، مرفوع العلم الجمهوريه الصحراويه من اقصاها الى اقصاها، دوله مستقله ذات سياده، شنو هي نظرتك انت لهذه الدوله المستقبليه؟ هي الدولة قائمة، فهمت؟ يا غير الدولة قائمة بجميع مؤسساتها، بجميع دستورها، برلمانها، بجيشها، تمثيلياتها وقنصلياتها بجميع أنحاء العالم، فهمت؟ هي 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 الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها، فهمت؟ يا غير
المسألة بالنسبة للنظرة المستقبلية تقعد يعني لا نظرة يعني مسألة وقت تقبيت برك المغرب في جميع المجالات لا دبلوماسيا ولا ميدانيا انهزم، فهمت؟ انت ما يمكن لك تواجه يعني المنتظم الدولي بالكذب ومانيبولار، فهمت؟ للدولة الصحراوية، الدولة الصحراوية قايمة من سنة 1975 برجالها مقوماتها وما ترتبط يعني بالأشخاص، ماذا يعني من 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 زعماء كانوا قابضينها وضريكة سيارهم تحت الثراء لا يرحمهم، وذي يعني تقعد مصير يعني مصير تبقى يعني ممثل واحد للشعب الصحراوي. وصلت الفكرة، شكرا. وطرقت النقطة مهمة، هي طبعا الدولة الصحراوية قائمة، قائمة بمؤسساتها وقائمة بشعبها جميع تواجداتها وقائمة بجيشها وقائمة بقيادتها وقائمة بتمثيلياتها الدبلوماسية. طبعا نتكلم عن مستقبل من الدولة الصحراوية تعود تبسط سيادتها على جميع أراضيها المحتلة وتعود ذات سيادة لا شكوك فيها من طرف أي أحد. طبعا السؤال دارك نطرحه على الأخت فاطمتو، وهي فاطمتو أنا زين عندي نسولك هون حد خلاقه وكابر في إسبانيا لاستغل تالتو اللي هي قيسها ذقع السؤال أصلا اللي هي قيسوها نحن قاعش مقاعدنا هون ما لعقنا الا انا قاعد ما بقيت تقول ايش الحقيقه يقال لي نقول لكم لا الله يجمع شملنا فوق ارض مستقل رايتنا ترفرف والله هذا عنده عم اختصر كل شيء. طبعا الاخ محمد لمين زين عندي حتى انت تعطيني وجهه نظرك عن الدوله الصحراويه الحره المستقله اللي باسطه سيادتها على جميع اراضيها، شنو هي وجهه نظرك انت؟ اظن انها ستكون دوله مزدهره بما فيها من المجتمعات اللي عاشت يعني مثلا في بضع الدول وتأتي بازدهار لهذه القضية ولهذه الدولة. شكرا جزيلا الأخ محمد لمين، شكرا لكم على الحضور، وكيف ما قلت في بداية هذا البرنامج هذه فقط مساهمة بسيطة من طرف شباب صحراويين من جميع التواجدات الجغرافية، والرسالة التي نريد أن نبعثها هي رسالة واضحة وأنه الشعب الصحراوي هو شعب واحد بجميع ألوانه بجميع أشكاله بجميع تواجداته الجغرافية. الصحراوي رغم التشرد رغم اللجوء رغم الهجرة رغم المعاناة وما أكثرها سيظل شعب واحد وسيظل يكافح من أجل تقرير المصير ومن أجل هذه الدولة المستقلة التي كلنا نحلم بها، وطبعا هي حقيقة لا رجعة فيها. بغي نشكركم على الحضور وبغي نشكركم على وقتكم وبغي نشكركم على احترامكم كلكم، محترم وجهة نظر الثاني، ونقول عنه اختلاف وجهة النظر اختلاف الآراء هو اللي يعدل عنها الدولة، تعود قانية بأفكارها قانية بشبابها قانية بمحتواها، كما قال الشاعر قوي بوحدته ضعيف حين ينفرد. إن شاء الله هذه المبادرة تعود لنا بداية الكثير من المبادرات في اتجاه وحدة هذا الشعب وفي اتجاه تقوية الشعب الصحراوي في طريقه إلى بناء دولته الحرة المستقلة وفي طريقه للكفاح. شكرا لك الأخت حجبوها من مخيمات اللاجئين في تندوف مخيمات العزة والكرامة، شكرا لك الأخ فيصل من منطقة سيدي إيفني، وتحية لكل أهالينا في سيدي إيفني في الديمين في الطنطان في الطرفاية. شكرا لك الأخ محمد لمين من منطقة بيلباو في إسبانيا على الحضور. شكرا لك الأخ سعيد لحضورك معنا من الجزائر وأنت طبعا من مخيمات اللاجئين مخيمات العزة والكرامة. شكرا لك أيضا الأخ المعتقد السياسي السابق والحقوق المعروف كزيزة، شكرا لك على الحضور معنا وشكرا لك على هذا كلام. طبعا شكرا لك الأخت فاطمتو كنت حاضرة معنا من كناريا، شكرا لكم على حضور هذا البرنامج وتحية لكم كاملين.